معنا الآن في الاستوديو الزميل الصحفي في بي بي سي فراس الخطيب. مرحبا بك معنا فراس. إذا مؤتمر لحركة فتح أخيرا بعد سنوات، ما الذي يسيطر على مؤتمر فتح هذه المرة من وجهة نظرك؟ نعم، عمليا من ينظر اليوم إلى المؤتمر وإلى الصور، هنالك نوع من الصور الوحدوية نوعا ما، أن ترى كل القيادات وحضور الغالبية العظمى من المندوبين إلى رام الله، ولكن خلف الكواليس نحن شهدنا في الأيام القليلة الماضية احتدام الخلافات داخل فتح. أولا كما ذكرت هنالك خلافات بين معسكر الذي يقال أنه محسوب على القيادي السابق في حركة فرح محمد دحلان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهنالك تم فصل العديد. ولكن هذه الأزمة ليست الوحيدة، هنالك أزمات كثيرة هي متعلقة أيضا بقيادة محمود عباس، متعلقة أيضا بالسلطة الفلسطينية. المفاوضات مع الإسرائيليين هي متوقفة منذ وقت طويل ولا يوجد أي أفق. الانقسام الفلسطيني بين حماس وبين فتح لا يزال قائما وحيا ولا يوجد أفق أيضا على الرغم من المبادرات العربية. القضايا الداخلية أيضا داخل السلطة الفلسطينية، الكثير من القضايا التي هي داخلية وخارجية تؤثر على هذا المؤتمر الذي يأتي في أجواء تشوبها الأزمات الكثيرة. طيب، في ظل هذه الأجواء والتحديات الصعبة، هل نتوقع ظهور يعني جيل جديد من القيادات أو الدفع للصفوف الأولى ببعض الوجوه التي قد تحاول إنقاذ الحركة مما هو أو هي فيه؟ نعم، عمليا من أجل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نعود إلى المؤتمر السادس الذي عقد ليس فقط بعد 7 سنوات من المؤتمر، يعني بعد 22 عاما تقريبا في ذلك الحين. اليوم تأتي يعني عمليا الفترة التي نتحدث عنها اليوم 7 سنوات هي قليلة نسبيا لما كان بين المؤتمر السادس والخامس. كان هنالك أيضا الحديث عن قيادات شابة، عندما نتحدث عن قيادات شابة لا نتحدث عن كوادر صغيرة يعني في العشرينات والثلاثينات، نتحدث عن قياديين الذين هم يعني يمارسون حقهم القيادي منذ وقت طويل. هذا ما يريده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المرحلة، هو يريد وفي ظل هذه الأزمات يعني بدأ الحديث في الآونة الأخيرة بأنه يريد الكثير من القيادات الشابة من أجل يعني ضخ دم جديد على هذه الحركة التي تصور في الآونة الأخيرة بأنها منهكة. هي الحركة الأكبر فلسطينيا وتحولت في الآونة الأخيرة، ارتبط اسم فتح بغض النظر عن ممارسات فتح الداخلية، ارتبط اسم الحركة واللجنة المركزية مع السلطة الفلسطينية. حاول المؤتمر السادس أن يحاول تعريف العلاقة بين حركة فتح وبين السلطة الفلسطينية، لم ينجح هذا التعريف بالوصول إلى الشارع. اليوم سيحاول محمود عباس من أجل إعادة صياغة هذه وفصل السلطة وإعادة حركة فتح وكأن حركة شعبية وطنية لكافة الفلسطينيين. إلى أي مدى سينجح؟ نحن سننتظر ونرى، لأن القضية متعلقة بالكثير من الأمور، وحسب المراقبين لا يتوقعون اختراقا في هذه المرحلة. سننتظر كلمة الرئيس اليوم الرئيس محمود عباس والكلمة الختامية وماذا سيتمخذ عنها من اللجنة المركزية. نعم، شكرا فراس على كل هذا التحليل. فراس خطيب الزميل والصحفي في بي بي سي كان معنا هنا في الاستوديو.